إذا للوقوف أكثر عند استشراء الفساد في مفاصل الدولة وأيضا الملفات الاقتصادية، ينضم إلينا عبر سكايب من كوبنهاغن الكاتب والباحث السياسي عبد الله سلمان. أستاذ عبد الله حياكم الله. أستاذ عبد الله، نبدأ من لجنة الأمن والدفاع النيابية حذرت مما وصفتها بكارثة على الأمن القومي بعد اختفاء أموال الشركة الكندية بزنس انتل المكلفة بحماية مطار بغداد الدولي. هذه الأموال اختفت من البنوك العراقية، كيف يمكن تفسير ذلك وأيضا تداعيات هذا الأمر على الداخل العراقي؟ تحياتي لحضرتك ولمشاهديكم الأكارم. لو نظرنا إلى موضوع التعاقد ما بين هذه الشركة والحكومة العراقية والمهام التي أنيطت بها، وهي أمن المطار داخليا وخارجيا وتأمين المسافرين مغادرين وعائدين، وبالتالي هذه هي المسؤولية الأمنية الكبرى، وتعتبر هذه المطار منطقة حساسة جدا، وأي خلل في هذا المجال يعرض أمن المواطن العراقي وأمن العراقيين بشكل عام وحتى الأجانب المسافرين إلى الخطر الكبير، لأنه سرقة هذه الأموال بمعنى أن هناك سيكون خلل كبير بالكفاءات والتداعيات الأمنية عليها، فبالتالي هذه هي المشكلة الكبيرة في القضية. فعلا قضية خطرة جدا، لأنه المطار يعني مكان يعني حساس جدا، وهو الوحيد ما تبقى من البنى التحتية للعراقيين، فقط المطار وغير وبعض المناطق البسيطة الأخرى، فبالتالي أي تعريض لهذه هكذا عمل فيعرضها إلى الخطر الكبير. بالتأكيد هناك مخاطر أمنية وسياسية وفقدان الثقة. كما تعرفون أن المطار هو واجهة الدولة، حيث يأتي المسافرون يعني خاصة الأجانب غير العراقيين إلى أول ما يتم استقبالهم هو في مطار بغداد الدولي. إذا كان المطار فيه هذا الكم الهائل من الفساد، فما بالك ببقية المفاصل في الدولة. أستاذ عبد الله، وفقا للجنة الأمن والدفاع البرلمانية تقول أن شركة بزنس انتل لم تسدد مستحقات مئات العاملين، هناك 1100 عائلة لم تستلم رواتبها منذ نحو 3 أشهر، هناك غياب واضح للسلطات الحكومية إزاء هذا الأمر، كيف نفسر ذلك؟ المسؤولية هنا مسؤولية قانونية على الحكومة، لأن الحكومة هي المسؤولة والضامن الوحيد على أن تجبر أي شركة أجنبية أن تضمن رواتب موظفيها، وبالتالي هذا خلل كبير من الحكومة قبل أن يكون خلل باختيار هذه الشركات. هذه الشركة حديثة، ليست لها خبرة في إدارة الأمور الأمنية بشكل جيد، وبالتالي هذا هي أسبابها، لكن هناك تواطؤ حكومي واضح بدليل أنه كيف تهرب أموالهم إلى الخارج وهي في البنوك العراقية. فإذا المسؤولية مسؤولية الحكومة بشكل مطلق، وعلى الحكومة تتحمل مسؤوليتها بشكل كامل أمام هذه العوائل وأمام أمن وسلامة كل مواطن عراقي يغادر ويسافر من المطار وقادم إليه، وكذلك الأجانب. أستاذ عبد الله، الخلل في موضوع الفساد بشكل عام، سوف نأتي على الفساد الحاصل في محافظة الأنبار، ولكن دعني يعني أدخل من هذا المدخل موضوع الفساد في العراق، هل الخلل في المنظومة أم في الأشخاص أستاذ عبد الله؟ بالعكس، الخلل في المنظومة، المنظومة تحاصصية وتحاصصت على خيرات الشعب، لم تتحاصص على المشاريع الوطنية التي تقدم للشعب. تجربة أكثر من 20 سنة معهم، فبالتالي كل الشعب العراقي يعرف أن المحاصصة محاصصة السرقة، النظام نفسه هو فاسد، غير قابل أن يقدم خدمة للعراقيين، وغير راضي أن يتوقف عن الفساد، والفساد يعتبر عندهم نظام ثابت، وهو التوزيعة الصحيحة يروها أن هي هذه التوزيعة الصحيحة فيما بينهم حسب كتلهم وحسب قدرتهم. ولذلك نرى أن الفساد في مكان ما أقل من ماليا، اقل من مكان هذا حسب الحصه الموجوده في النظام السياسي لهذه الكتله، لهذا الفريق ولهذا الحزب ولهذا المحافظ ولهذه الكتله. فالخلل في النظام السياسي وليس في
منظومة هي في الفساد كله هو في المنظومة العمل السياسي. أستاذ عبد الله، نبقى في موضوع الفساد، نذهب إلى محافظة الأنبار. مصادر في الأنبار كشفت عن وجود ملفات فساد في دائرة صحة المحافظة. هذا الفساد قدر بأكثر من 600 مليون دينار عراقي. هناك غياب واضح للجهات الرقابية، ما السبب في ذلك؟ من هي الجهات الرقابية؟ الجهات الرقابية تشكلها وتحدد أشخاصها الكتل السياسية المعنية بالفساد، فبالتالي هذه اللجان الرقابية هي جزء من الفساد. يعني ذكرنا سابقا أنه لما يريد أي عضو في مجلس المحافظة يدفع أموالا طائلة حتى يدخل في لجنة المراقبة أو ما يسمى مراقبة الفساد أو المالية حتى يحصل على كنوز جاهزة، لأنه ملفات الفساد كثيرة فيبتزون أصحابها بها هذه اللجان. فبالتأكيد يعني، وبعدين 600 مليون يعني هذه حصة لمحافظ أو لمدير عام من هدية من كتلته إلى فذلك لا تشكل هذه السرقة أو هذا الفساد شيئا موجعا بالنسبة للنظام السياسي، بل هو هذا التوزيع الطبيعي فيما بينهم. هناك من وضع بعض الحلول للتقليل من عمليات الفساد. أستاذ عبد الله، موقع Rest of the World يقول إن الفساد المالي يقف بوجه التحول إلى النظام الرقمي في العراق. تعتقد أن النظام الرقمي في العراق سيساعد في تقليل عمليات الفساد أستاذ عبد الله؟ النظام الرقمي بكل العالم هو يساهم بشكل عام بتقليل الفساد، بوضع المعلومات ومراقبتها وتحليلها وكل هذا، لكن احنا طبيعة هذا يحتاج الى ايضا الى حماية وامن عالي، لان هذا الامن السيبرياني كله عليه، وهذا يحتاج الى كفاءة عالية، والعراق غير مؤهل لحد الان تقنيا ولا يمتلك هذه الكوادر. كل هذا يعني يأتي أساسا على أنه لا توجد هناك رغبة للكتل السياسية أن تقدم هكذا برنامج. هذا البرنامج بالتأكيد يعني يقلل من البيروقراطية والفساد، ويضع مسار العمل يقلل من الوظائف المتضخمة في العراق، ولكن لا توجد هناك نية ولا هناك أرضية قابلة لبناء هذا. ليس بس فقط الفساد، وإن النظام السياسي لا يقبل لتطور العراق بهذه الطريقة، أو على الأقل في المجال الإداري خدمة للمواطن العراقي. أستاذ عبد الله، هناك عدم ثقة بالجهات الرقابية في العراق، تعتقد ذلك؟ بالتأكيد، لأنه الجهات الرقابية يعني من يحددها؟ تحددها الأحزاب الفاسدة أصلا، يعني ويخضع للمحاصصة ويخضع للمحاصصة. نعم. بالتأكيد، فبالتالي احنا يعني لا نريد نذكر الأشخاص، يعني أشخاص معروفين بفسادهم وسرقاتهم وهم أعلنوا ذلك في التلفاز وفي مقابلات عامة، قالوا أنه نحن أخذنا وسرقنا، وبالتالي يأتون لرئاسة هكذا لجان. فهذه هي العملية، أنه العملية من يشكل هذه اللجان ومن يعملها هي نفس طبيعة نفس النظام السياسي نفسه، هو الذي يمارس الفساد، هو يضع أيضا لجان رقابة فاسدة. هو أستاذ عبد الله، الجهات الرقابية يعني تخضع للولاء وليس للكفاءة، وبالتالي هناك نوع من عمليات الفساد تجري في مختلف مفاصل الدولة العراقية، على اعتبار أن الجهات الرقابية يتم اختيارها على أساس الولاء وليس على أساس الكفاءة، ولذلك نجد بأنه هناك مليارات الدنانير العراقية تذهب سدى تقريبا كل شهر. أستاذ عبد الله، نتحول إلى موضوع آخر، وهو انتشار الميليشيات وأثره على الواقع الخدمي في العراق. مثلا مصادر في محافظة نينوى أكدت إيقاف ميليشيا بابليون أحد المشاريع الخدمية في الموصل بكلفة تقارب 1.5 مليار دينار. عملية انتشار الميليشيات في المحافظات وعلى يعني على الأمور الاقتصادية، هل يعطل الواقع الخدمي حقيقة في العراق؟ هل هذا وارد جدا أستاذ عبد الله؟ بالتأكيد، لأنه هو يعني نأتي ونحلل لماذا هم موجودين في هذه المناطق. هم موجودين لتنفيذ أجندة إيرانية استراتيجية إيرانية في الهيمنة
على هذه المناطق، وبالتالي إيران لا تريد أن تقدم أي خدمة للمواطن العراقي وتدفع هؤلاء إلى مثلا هذه التشكيلات اللي موجودة، هي تبتز حتى المنظمات الإنسانية أو التي تقدم بعض الخدمات للمواطن العراقي، التي هذه الخدمات التي يجب أن يقدمها تقدمها الحكومة المحلية والحكومة المركزية، لكن تأتي منظمات إنسانية تقوم هذه الميليشيات بابتزازها، وبالتالي هو ليس مشروع ابتزاز مالي فقط وإنما استراتيجية لإيقاف أي تطور في هذه المناطق لحسابات إيرانية معضة وليس لحسابات خاصة بهذه الميليشيات فقط. هذه الميليشيات فقط تحتاج على هذه الأعمال، ولكن المخطط الأساسي هو مخطط إيراني للهيمنة على هذه المنطقة لمصالح استراتيجية إيرانية، لأن الموصل تشكل أهمية بالغة جدا إلى إيران. إذن كيف يتخلص العراق من الفساد؟ هل هناك حلول؟ هل هناك خيارات؟ بدقيقة لو تفضلتم. لا توجد أي خيارات سوى تغيير، يعني النظام المحاصصة يجب أن ينتهي، وهذا النظام كله الفاسد ودستوره، وهذه الطريقة الوحيدة التي تسمح لأن يعيش العراق حياة حرة كريمة، غير ذلك لا يمكن مهما كانت التحاليل أو الآراء السياسية المتوسطة أو حتى التي تداهن هذه الأنظمة، لكن بالتالي لا يمكن وجود أي حلول مع وجود هذه المنظومة السياسية التي تحكم العراق. عبر أشكال من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي عبد الله سلمان، شكرا جزيلا لكم.